اسموني عمر ولاد الحومة وشمسة غن الخدمة يزقولي قاتلات يعني الرجلة ساكنة فيا معنتها قاتلتني عندهم الحق عندي الرجلة هي الصح في الدنيا نعم بعقليتي لازم الراجل يموت عني في الشارع وعلاش يربوش لا والرجال كيف كيف في الدنيا كل راجل يسوى اخوه نسكن مع العائلة في واحد لاسيتي اسمها سيتي شوفالي جاية فوق باب الواد في حومتنا دايرين بينا بزاف الباطنات خمسة وقيلة كاين ثاني جبالة القطار غير سجور وحشاوش نجم نشوف منطقتي واحد الحي مبني تحت الطريق كان زمان في وقت الدرديك شغل حدود بينا وبين حومة القور كان لي الكامل ورصاصي سيه حسرة كنت صغير هذاك الوقت مازلني شافي ثاني عن النهار اللي دفنوا فيه الشيخ بابا الله يرحمه الاعلام يرفرف في الزنقه الاعلام ممتاز هذاك الوقت كان ممنوع الشيخ بابا الله يرحمه كان حمال في المارسو القنبولة متاع باب زيرة هي اللي قتلته هو ومية خدام معه هذا ما يتنساش يا بلادي مازلني شافي ثاني على المظاهرات الشعب في الزنقة العسكر الجدرمي عقبنا حتى الدور هربت سلك الحلفة ديالي كنت دايما نبحرها نسلك من العسكر بصح كنت ناخذ كفوف متاع لا جزيمة الحلفة غالية بعد هذا الشيء باب الواد كثر المحايل ولا لينا برك والغنية تقول باب الواد دا الواد بصح دارنا صغيرة الله غاك لنا الضيق يما ترقد في البيت طرفانية مع اختي الكبيرة حليمة هي مطلقة هذا البي جاي شغل سلامونجي عمري ما فهمتو علاش اختي تلقد على كل حال هذا شغلها واحد النهار بعثتنا ورحنا جبناها بها بولادها لا كواط لا شرع لا سيدي زكي في البيت وين نرقد كاين اختي صغيرة صفية والخمس دراري تاع اختي حليمة كل عام واحد جات ربي محطوطين كي القنين ما نجيبش نرقد في البيت وحدي مع اختي صفية ولات مرا الله يبارك الله يهديك يا حرامات والدراري ردوا البيت بوالا عجبت ربي ما راكش تشب ايوا حتى الكبير مازال يبول في الفراش خطرات يطيروا عليا نعاس كيبداو يسقيو ما بقات الشيخ جدي غير الكوزينه ثم يرقد وفي الليله وعلى بالك من جميل حس طناجر بصح والله غير كلانا الضيق وقاعد الملهوفين لازم يهرقمو مزيان كاين البونسيون تاع الشيخ بابا والدراهمات اللي بعثهم من سيبي الولاد في الشارية ديالي تروح بابور وفلوكا الكاسة الثاني ما تسلكش من الدراري راك تشوف هذا الميني كاسيت فكرتها راك تعرف مارش نوار عند صغار حاجة صحيحة هذا هو تجويز الوقت ديالي عندي واحد 30 كاسيت هذا هو الكنز ديالي كثرتهم قصايد شعبي قريب كاع سجلتهم في العرس الشعبي يا اخو يهلكني يقسني اي والله كاين اللي ذوق وكاين اللي مغلوق نشتي ثاني فن الهند كثرتها الغنى تاع لي فيلم ديالهم يقسوني لو كان جيت مرضى ما نبكي كي نسمعها عندي واحد زوج ولا ثلاث كاسيت سجلتهم في سينما الأولمبيا معلوم نخبيهم من هذا البوالي واحد النهار ما تيصبت واحد من هذا الجراد حل الكاسيت وياكل في الحاشية او حسبها مقارون Thank you.
كاسيت ونروح نديها معايا. دوك رجعتي طبيعه هاد ذاك خير. طرات تحكم بين سمر الحاج ولا شاعو كل شيء وجد يا اخو الفن يتبعني. اني خايف ما نلحقش على الوقت. فاتت السبعة العجوز تكون وجدت لي فني جلقي و قدران. اختي صفية تكون في السطح مع الخصي للحوايج، تكون تدوي مع البنات على الفيلم اللي جات في التلفزيون البارح. كاع البنات يعشقوا في هذاك اللبناني بولحية. صفية تضل تهضر غير عليه، تحب تصنع روبا كيما متاع هذيك المنظمة ديال الفيلم. يا اخي لا مودة يا اخي. سعدية شتي الفيلم تاع البارح؟ صار عكا تشوفي ديك الروبا العزيزة، داك الشابو. ساره مغربي ساره انا عجبتني شكرا ديك الفلوكه وداك التحويس تاعها وداك اليوم مع السخانه نتاع اليوم الشغل قناني معاها شتي هو مرفه هو مرفه وهي ما حباتوش من زوجه بزاف واللي شافها مانيش عارف كيفاش يدير الشيخ تشدي بلا سنان نهار كامل هو يعلف. يا عمر هذا قاسم الجزار برك تشوف. اروح اروح. الصباح يضيع لي خمس دقائق باش يقرط لي رفع الشمه برك يزيد يشتكي لي على التجاره اللي ما تمشيش. ادوي يضل يدوي على الطيخ ومن بعد يروح يحقر الصنع ديالو باش يبين روحه بلي هو المعلم. نضرب رفع الشمه انا حاسن اللي هنا مع الخدمه هذه راه كلك ثم تاع اللحم طلع وحبطا وروح انت وخدم. استغل ضيعت خمس دقائق ورفع الشمه كامل بصح لازم نكون انتيك مع قاسم عندك ما يدرحنيش في اللحم ومن ذاك يصير بيني نعجه في عود الخروف. هاي 8:15 انا راها انا خير. لا ما انا خف انت خف هاك خلص بس بعد خف رسمي زهيرة تكون في الدقة كما العادة. انا اللي سميتها زهيرة على خاطر لازم لها اسم بس عمري ما تكلمت معاها على حسابي عندها تقريب 30 سنة بك تستغرب تشوف لي كي نجوز وانا نضرب خزره ليها زكييني على خاطر في حومتنا حرمت لي غزر الطواقي. على كل حلم في اللي يقول الشق الطاقة ما يتلاقى كاش نار تحبط ليا ماذا بيا ذاك النهار يكون يوم الجمعة في عقليتي مثل الوحدة من هذوك الريان متاع القصيد صحيرة. ميزي شحال من تصدم يطير في هذه الدقيقة تزيد بحر في العرق في هذا الزميك. شاد فيها راهم يخدموا ما ندخلش روحي خير خاطرش من جموع السواقي يرموا التصدام هذي رجلين عايشين تجوز ليلة في الندى. ربعوا بينا وعمرونا كيف لهم ماذا إذا رحنا وحدا مانا بحمد ما تقعد سكتينا يقول لها جلس قضي يقول لها بولادها وتخيلها. أنت يا خي مرا بيجي من باب الواد فوقس على الشد كي يروح المكة. أنا رجال رجال من عراها ما قام لها بلاد ماكو ماكو حتى كيف يتربى ولا صاحب الادمي وانتم يا حوايج ما تربيتوش كاع قاعد خلينا من هذاك الله يعطيك الصحة. واش نادي الفوا علينا هادية اثبتوا لي كنا نتوما تاكلوا في اللوبيا وتفوزوا لنا الحالة هنا. عندك الحركة عندك الحركة عندك الحركة
باش يامن شي حاجه حل انا جايز على رميزه واش نصير واش نصير ان شاء الله واش كاين دابا في بيدونس بالحشاكم كان في بطه سردين واش نصير كان واحد القط قال لك بطه سردين ياكل ايوا واش يجي ماشي لينا والله خليوها عطوا بالجي بشوية بشوية بشوش بدك تقول يا رب ويلي يجب بطا سردين هو استر بطا مكر بطا مكر يا خوفي هذا الخدمة البونتاج ما يصلح الوالد على وايد في كل كور نهار الاثنين ذكراني مرسم يعني تيتولار طولت عليا بصح اليوم راني كي مسمارجة ما يخفالكش باللي ما رانيش متقف هنا ينسف الفود بمراقب الذهب والسياغة نطبعوا الذهب باش السياغة ما يدرحوش الشعب نخدموا في مجموعات مكونين زوج خدامين هذا المكتب الكبير يصلح لنا احنا في ستة هادو هما صحابي لك نقدمهم لك هذا دحمان بوفتيكا 85 كيلو شحال يقرا الجرايد حتى الكتابات يقرا بصح يقرا كثرة كتابات ميكي ومن بعد نفعصلو الجرنال كاش ما يحكوا على الرياضة هو في المجموعة الأولى مع حامد مشتاق معرفة اللي راهي تليفوني لواحد من صحابه يضرب تليفون 50 خطره في النهار عند حميدوش مشتاق معرفه مضروب على حاجه وين قوه الرياض ما المعرفه اللي حوس عليها بالشمعه هذا علي كوكوماني راه في المجموعه الثانيه معايا نشتيه بزاف على السبعه ولي زوج عيون صح في السيف يدبر مصروف بلاصه اللي يكريها في العراس يضل يقول له كان ماشي الدنيا راه اليوم مهندس بصح لا غالب ما كاش زهر هذا تلابي هو القديم هنا دائما مشبه يبرق كي صردي عنده 15 يوم وهم كان بي في الطاقة بالعربية شاف بارت ما ترى الدار اللي مقابلة جاب لي ربي حبي يصدق كاش نار يروح يكسر الباب جمال في المجموعة متاع تشلابي ثانية إنسان انتيك يخدم راح يبعثوه الوزارة ما نظنش نتبع التاريخ نتاعو دخل هذا الخدمة صغير ودرك راك تشوف انا قلت لك من بعد الشعبين نشتي فن الهند الافلام ديالهم ملونين الدماغ البوندي دائما مكرفس الامريكان يغني ملاح على بالك كيكون كاش فيلم هند في الجزائر القصبه وباب الوات تقلع ما كان لا يحطوها في الجريده خبر يلحق تمثل لا ثاني معمر بالتكاكي مصاغر حكاولي بلي كاين في الفغنيات هايلين فيها شوفي
شيء. تلقاو هنايا مع مصغر نقصروا على كلش كيما تهواناش القصره نعطوها بسوسطه ولا نسمع موسيقى سوسطه هنايا في الليل يا خو استغرب كي تعرف شحال من الناس يسكنوا هنايا كيكون المالو من تسمع الموجه الليل طويل وكيعيا واحد يطلع للدار يرقد حامل مره نجيبو الصبوح هنا يعني. بريت بريت خوك الكبيره وجاي اسمع انت يا نوت خليه يا تيغ الله يا تيغ خليه واش علم صارت الليله والله ما كره يا تيغ هذه الصبحة ما نجمش نفطر راني متأخر بساعة رقدت واليوم عندنا خرجة مهمة الخوا يكونوا يوجدوا الحالة مع عمر ريقلو المعلم ديالنا سموه ريقلو خاطر وليد ريقلو واحد ما ينجم يشري صعيبة المسؤولية في الخدمة ديالنا شوفات متاع الضوابع متاع السيارة خطيرة وكاين دايما شي ناس يخدمونا يحبوا يخدمونا سكيمي اليوم عمار ريقلو حكمت له راه معول على الزنقة اللي جاية مور البنك فيها الزنقة كاين البيع والشراء تاع السياغة
الطريق رجعت كثر من الدلالة، نسى اللي يبيعوا ويشروا كثر فيهم يبيعوا الصياغة اللي تدخل زكيمي من المروك، بصح كاين منهم زواليات اللي يبيعوا صياغتهم باش يشروا القوت لولادهم. ما بقات لينا غير البحث باش نحبسوا المارشي نوار. نصدموا مع البوليسية ماشي دايما اللي نجمو نزهاو، بصح هاد الليله كاينه حفله. كي نقول حفله يعني كاين كل نوع، المليح والدوني، بصح انا نجو نصارو خاطر كاين حفله شعبي ولازم نبلعو واش يجوزونا معنا. راني عارف الدعوه لقيا، بصح نحملو كلش باش نشوفو ونسمعو الشيخ شاعو. أيها المتفرجين، والآن قدموا لكم رواية درامية اسمها حزن السلطان. من لكم سهرة سعيدة. كم حياة حزينة، لن تستطيعون أن تعلموه. كم المليك يتعب في هذه الأريكة. أعرف قواتنا الأبتكارية وثرواتنا ورزقنا المولود، لكن تعب الأمير تعب عميق مثل المحيط، أحكم وأقبض، والأيام تمضي والرؤوس تسقط ولا شيء يتحرك في القصر. إن حزين، حزين لأنني بلا حب. إنني الأمير، الأمير بدون حب. يقتل السلطان يا أخي الطاعون يا أخي، يا أخي قوقوعه يا أخي. يا أمير المؤمنين، سلام يكون عليك يا جلالة الأمير، لأبشرك رسالة سرية. تكلم يا غلام قبل أن أشفي حزني في ودي أندمك. رسالة من بنت الوزير الأول. هذاك الحسود. يا بدر البدور، يا غصن البان، يا زين المسطور، تحبي جلالتي يا بنت الزفت عزيزتي صفوان. كيف أستطيع أن أعيش في هذا القصر الذي فيه قلب صافي وشريف؟ إنني تحت أمرك يا أمير المؤمنين. أعرف إن كلامك هذا يشوقني. بأي قدرة تريدي أن تقرأي عمق قلبي؟ لا تقولي شيء واقبلي الشيء الذي أهله لك. كم رخصت، كم رخصت من كثرة حبي. 10 غلام سود، 4 خدمات، وقطيع من الكباش. Thank you.
يا شاء الله رحت مطلقة. شعبي ولا خلينا اليوم على زوج عيون باش نلحق كوكوماني يسكن قدام سيدي عبد الرحمن. شبعنا اليوم شعبية، مازلني مدوخ بهذوك القصايد. صح قاسني كي جاب اليوم الخميس الشاعو. بني عريان هما الناس اللي قطعوا في الليل نهار يقلبوها كيكم صنع حتروا الليل يخطفوا سناسين تاع نساء في الزنقة في وسط الشارع. مرات يكونوا معهم شي صغار وعرين اسمهم جواكا، ما ينسوش الموس كيحجموا على واحد وزين شواقة متاع البوشين كاع الناس تخاف منه كيطيحوا على واحد الله يستر. عمر كلهم على تلفون واش هاهي ودي صراحة بدا اسبوع ولا واش هذا الصبح ما رانيش فرمل اللي راه يتخبط البارع عراوني ومقبيله دوخني عمار رجلو على جال المراه اللي خليتها تروح. صباح الله راني ملقي دوك رانا ضاربين دوره عند سياغي اليوم نخدمو في جوايه بالكر ومن بعد نروح نشوف محسمينك شما يدبر لي كاسيطه واحده اخرى. انا
صاحبي محسن ميلا يسكن في الطريق جاي مور الجاليري دار وين يسكن فيها مبنيه قدام واحد الدار اللي ترتق فيها الغاز برقع الناس يطلعوا من واحد السلم من بيوتهم هذا الحطه دهشني كل ما اشوف اخي حالها مانيش عارف ولا راه في الدار شكون برك قريب لحداش وعلى بالك ساعه ساعه يزيلق عنده معرفه صحيحه في الخدمه ودايما يدبر حوايج اللي ما يصابوش في البلاد ها هو راه اسرع بك يستغرب كي يشوفني انا محسمين ضحايتي الحاجه اللي تصرا في المرسى على بالو بها تربينا سوسوا كنا نسكنوا في حومه واحده رحلوا في الاستقلال باش يسكنوا في وسط المدينه تلاقاو ساعات ساعات في الملعب كيروحوا نشوفوا المولوديه صح هو مدود عليها لطيف برك نحكي له على السرقة كيفاش طاحوا عليا دماغ الشاقور وقع الحكاية شوف ما تدوقش نجيبوهم نطلع نسقسي شي مساغر في بلالة ما يكونوا يدوروا غير تما ونكون معاك هكذا ندير لهم خمس دقايق لا اسمع انا تعرفني ما نجيبش نقعد بلا كاسيت تلقى شي نقعد بلا موسيقى شوف هي عندي وحدة صاري عنده واحد الطفلة مديت عليها الكلمة إلا ما شريتهاش من اليوم راهي ليك كل عليك تصدر في حالها والله صح مال العشية نتلاقاو في سرك المولودية صح ها صح هيا هيا أمعيش ها من بعد جاي درا يقول لك انا شوف قال لك هذا سيراكوزا يا صاحبي دار حاله راح لبوليفي دار كوديتا في روح بيش الوجههم لارجنتين كوديتا حتى مشي لي قال لك معاهم يا هذا جون وين هذا هاي قاعد تركي لي يا جون وين هذا راه الصبوطه الشخصيه تقول لي جون وين السلام عليكم صحة صحة عمر صحة وينا صحة أستاذ شكون مني صحة جيت غير على جالك يامو هو هاي نحيبك مشتاق أنا شو استعرض بس دبي العيانين صعب ترزيتي تمشى مليح كي توصل للدار عمر ما تنساش راه صوندي الميكرو ها هو الميكرو ها هو الميكرو هاي كنت عبط بشي عندك كاسات زيادة ما تدوخش تمشي مليح شي تحال صغيرة يا مو وبانتا ما صحة واحد واش ما سميناك ما عندك حاجة جديدة ولا ما سمينا عنده ديما حاجة لبيع حاجة حاجة هاي لا يا تضغط وحدها وهذا تعرفه بشتاق سلام عليكم هيا بس اوه حبيب اللي يبو ايه شوف اللي بشي عندها ساعتين ما يخلص التلفزيون دائما يرقدوا ويخلوها مشعول
واحد، زوج، ثلاثة، أربعة. واش ننجم نحكي؟ مسخير لي يهضر وحده. هني نسمع طرولي برا، الدراري يبطاو باش يرقدوا، الحيوط بيضناهم بالجير ورسمنا فيهم الورد. في عشاء رمضان نهارات طوال، طرولي واحد اخرى حبست، هذه هي الاخرى. وعلاش الورد حبني؟ تنجم تقولي واشنو؟ ما تسمعنيش؟ بصح لازم تسمعني. راني نهضر وحدي، ما كاين والو، ما رانيش عارف علاش. واحد، زوج، ثلاثة، أربعة. واش ننجم نحكي؟ مسخير لي يهضر وحده. هني نسمع طرولي برا، الدراري يبطاو باش يرقدوا، الحيوط بيضناهم بالجير ورسمنا فيهم الورد. في عشاء رمضان نهارات طوال، طرولي واحد اخرى حبست، هذه هي الاخرى. وعلاش الورد حبني؟ تنجم تقولي واش؟ ما تسمعنيش؟ بصح لازم تسمعني. راني نهضر وحدي، ما كاين والو، ما رانيش عارف علاش. صحه صحه مو كيف كل دائما الحداش يتفكا ستاندارد يسكر هاد حياتها. واش فورمن؟ اه انا جربتها هذه الصباحه. خلصنا التليفون تاعي. لا حاجه مليحه، انا شريت لها ليفيل. اسمع قول لي مو الكاسيطه اللي عطيتني ما كانتش فارغه. ماشي غنى، هضره تاع طفله. صح هذيك اللي خممت انا مالا تخدم معاك. صح ايه اسمع خممت لها العشيه باش تجي معانا عرس كوكوماني ولي حاكم لاصونو. صح شعو شعو ولي قصة. يا عم بدخلوا على الشعو. مالا العشية في الحومة ها نتلاقاو. الحباب وفات يا ما السرور غاب ولا بان جسمي من دل هو عدم والروح في الابات عقبني الزمان فقدوا محان ريت بدور ثمان جينا في القضيط فرقنا بالقصر جينا
يا القاضي طرقنا بالفصال. إذا الحق فيا قبضوا مني ملو الفتات عني، يا القاضي حسن عوني وما فضي والفيت غباني حبا فناني سحر داني. ويا القاضي انك دوقي لبيبي ثماري مرجحت العقل انك عيار، جرتني ميلا في خليل بيك صالت على البذور فجرتني يا حسرة يا حسرة. جيت نقيس ديك نار غرام في سياري وتهزد الحالي نار على عزيزة علي سيدي رسول الله، عزيزة علي يا سيدي مانيش نتلاقى معها بزاف، تخدم في واحد المكتب. واش معها؟ يا راسي واش معها سلمى؟ تضرب داك تيلو يا مو تعرف يا عو. هذا النهار عطاولي ميزابي على بالك، لا غير غير هي اللي سلكت لي مسكينه. تخدم في السانديكا كيفاش دايره؟ شعرها كحل ما تزينش بزاف، طفلة انتيك وما تتكبرش. صعو ما قولي كيفاش حتى خدمت لك عليها هكذا وانت ما تعرفهاش؟ اسمع صعيب عليا باش نهضر لك على هذا الشيء، تعرفني مليح يا مول. جاب لي ربي كي اللي كنت تهضر معايا. ايه كنت تهضر معايا كنت تعيط لي. اسمع موح ما تضحكش عليا. اسمح لي يا عمر هاني مع مصدق. غدكش الحال يا عمر. في جمال سباني واحد الغزيل، في جمال سباني واحد الغزيل. و
الدراري يبطاو باش يرقدوا. الحيوط بيضناهم بالجير ورسمنا فيهم الوقت. عشاء رمضان ادخل. عمر او واحد يحوس عليك. ادخل. السلام عليكم. Je suis venu chercher les bijoux qu'on vous a laissés. Vous m'avez envoyé une convocation. Oh, mal à balèche. Vous m'avez dérangé, monsieur. J'ai un grand magasin de bijouterie et j'ai fermé un rapport à ça. Mal à balèche. Juste la chier. Ça va me cacher. Moi, je n'ai pas le temps de vous écouter, monsieur. Vous avez compris, je n'ai pas le temps, il faut que ça passe vite. Le temps passe, les minutes passent, et de l'argent, ça me coûte très cher. Et vous, vous ne faites rien, vous êtes assis là comme un petit ver de rang là, ici, qui ne sait pas quoi faire. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire, moi, maintenant? Oh, quelle tête de chic-chic qu'il a, ce type-là. Et là, mais tu me prends pour qui, dit, hein? Tu vas pas fumer de la peine, tu fais perdre du temps, non? Salopard que tu es! Mais dis-moi, mais tu veux me faire mettre en colère? Non, mais si je vais vous casser la gueule, moi! Il faut que tu te débrouilles! Arrange-toi comme tu veux, mon vieux! Hein? Mais pourquoi tu souris, là? Aïnik d'Aïnik, qui grillo! Toi, ça va que tu t'y mère! Smer, j'ai l'eau bien voulu! Ouais, ça. واش تاكل مقارون ولا تاكل لوبيا ولا واش تاكل؟ ولا تاكل هذاك السكارب وهذاك؟ قول اهضر معايا تجيني واش سمعت ولا ما سمعتش؟ ايوا هذه بصح هذايا واش كاينه يا بنات ما تقولوها معايا انا تهت معهم ما تهدوش. Je suis venu dans un bureau pour réclamer mes bijoux. Et puis je crois que c'est la mafia, mais je regrette. On se recontera un jour. Je viendrai avec mes forces et je vais te faire voir comment je vais te ranger. Et mes bijoux, il faut que je les prends. Sans ça, je vais te faire la peau. هاد العشية باش نحي زعاف جيت مع المسارة دحمان بوفتيكا ومشتاق معرفة قعدوا في المكتب ونتمنى لهم يجيهم كاس صامت كيما تاع الصباح يجيبوا به الوقت. كما موالفين قافلات
وكوماني راه غير يطوع فيا. هذه السهرة جا خالد طاري زورنا. هذا العبد عايش بالهفان والفستي. فيق الطرج هو شوية حبس. هاك تعرف. داو في الغلط. الأحسن ما يقول كان مقلة في الجبهة. حب يغطي الشمس بالغربة. من داك ويهجموا علينا هو ولاده. كي تكون حاجة مليحة في التلفزيون. لحقت للبار. كان محمر بالكور يبرد فوق. ريحة العراقي. خارجة حتى للزنقة على واحد مئة متر. واش نشوف؟ واش يشوف خويك؟ لاباترول تاع لي زواب ولا غير كيما راني نقول على واحد مئة متر برك. عاش لي زواب بصح ما تشفاش عليهم. في ذاك الوقت كنت مازال صغير، كنت مازال دري، ولكن ما قلت لك صاقات عليا تاعت الجماعة كيما تشادت في لومبيسكات تاع بوز الريحة. واحد مسك منه وكيفاش نخليلها؟ ما كاش منها نخليلها، ولو كان كنت وحدي لازم عليا نفريها. اش يدير خويك؟ كانوا تلدلات تلترمانات تلقرنات. خويك كانوا يدغدغوني في الجيب. خليتي في الجيب وخرج حبيبة. ما يما ونميز ونميز عن سهرة ونقول لا هاي لك خودوا هاي لك لكم اقسموها بيناتكم. وصل استغل ما ترتقتش والله ما ترتقتش في ذاك البار هذاك اصقع العياط. كيفاش ندير؟ الاول حبيت نخليلها لكن خفت من العسكر. بصح قول لي يا وليد ها كيفاش تحبني نروح بلا ما ندير والو؟ ما كاش منها. مالا واش درت؟ كنت هذيك الدلاعه الدلاعه الثانيه هذيك لا كروناد ولحتها وطرطقت في البار. ايه ونزيد الدلاعه الاخرى هذيك الثالثه جيت باش نرميها. اي واش يشوف؟ لاباتوي تاع لي زواج جايه حابطين قباله ليا. يما خويك جبد الموس في يد وحده وهذيك لا كروناد في يد الاخرى. اسمع يا مو مانيش نقعد. حبيت نعرف سلمى. دير مجهودك نتكل عليك. حبيت نسمعها تقصر. حبيت نشوفها. حبيت نسمعها تهدر. ايش عرف تخلطوا للخيوط. اسمع جي غدوة للصطاد. صح تلاقوا في 21. كيف؟ في فلومبو. صح لازم نعرفها. لازم. يا منعش اليوم الحال هو شميشة هايلة
العشية نروح نشوفوا لها مصدر ديك. هذه الصباح رانا قاعدين شيخين نستناو لحد العشية كالعادة. كريم جيب لنا شعبي يرحم والديك. يا اختي انا مش شعبي نتاعك انت. جيب لنا شيك اسبانيول. صح علي الله يسلمك. ودي لافي هذاك اللي ما كانش منك تاع مال دمارة. ودي لافي هذا؟ ودي لافي اللي وصيتك وانقلاك. ايه عملي دي لافي اخي جايح يا اخي. شوف ضربوا على مال دومير يورينا كي العاده تصاور تاع البنات. عنده ما حوش جد خاطر كان بحري تكره شومور. شوف العقل هنا شوف احنا نديرو كي اللي تصاور يعجبونا بصح جلول يجيب به كل دايم الوقت ماشي حق عليه. كارولي ستوكهولم يا اخي ستوكهولم ورشوف لا شوف منا شوف منا اسمع عليك ولدي عليك. لا 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 خاف عليهم انا قالت بيت اهبول لعب لي بكلش بصعب هادو والو. كيف لقاو يدور هناك شمي دراجي ما تدوخش اكل توبه ها انا قاعد برك ولا درت كوستي ما تخلعت. لا لا خويا علاش غير عبك السجا اخرى كشمالو بالك ربي. ايا ايا
فرحانة مو الدنيا قاعة فرحانة وانت هاني هضرت معها هاني قصرت لعلك قصرت لعلك هضرت معها كما تفاهمنا حجتني صعيبة يا موت تعرف اللي خاطيني انا هذه العفسة هذه فاكتور هذا اللي راح يجي هذا خاطيني انا صحيح مو شحال طن هذاك كيعرف تقول لي واحد سمع الهضره ديالها هي عم بالها محات التسجيل نتاعها استغربت عطيت لها اسمك لا عمر بونو على بالها اما لا دوكا وعندك الخيط راك من برونشي هذا الجماعة سيد قاع الباري سبورتيف كما راكو تشوف محسمين اولي لحقني حتى الحومة كالعادة اصحاب المولودية يربحوا بصح راني نخمم بزاف على الشي اللي قالوا لي محسمين ياك دوك راك مبرونشي وعلاش راك تشنف شو ما انت مبرونشي هذا مبرونشي مبرونشي صح هضرت معاه ومن بعد واش كاين طحت السما ولا واش عمر راني درت اكثر من لازم وحكم قدرك يرحم بابك واش انا وليت نزوج الناس انا شكون تكلم لك على الزواج انا تكلمت لك على الزواج او الحديد قياس لا لا عمر هنايا مركتها كاينه اخويا ما كاينه راني مخطي صح ما زيدوش كاع نهضروا على هذا الشيء حسن بقى على خير يا عوب كاش نار تقتل لك الرجله تليفوني 270 اكتب سلمى ورد لي بالخبر واش تقول لك انا تم تاكيد كل التاكيد لو كان موجودا لرايته خلال الفيسبوك تريد ان تلقي عن نفسك تهمه محاوله قتل عمار خلف الجنه ارجو الا تكون جادا في اتهامك لي يا سيدي وظل متهما يا بشار حتى تتبلع لماذا أحاول قتل ذلك الرجل الطيب؟ خمس دين تفضل كما هو واش ماكش شوف تلفزيون معاهم؟ ها قام بزاف الدقائق كيفا؟ بزاف واش بزاف الدقائق لو كان تروح تشوف تلفزيون معاهم ماشي خير؟ ها؟ قاعد وحدك في الدرا تعرف واش يخرج عليك؟ بورورو ياخذ كنت بورورو واش جدي؟ اه سمالك الشعبي مالك؟ شعبي ميت الشعبي تقدر شعو؟ اه هكذا تنحرق الزطلع اه يسقم رجليك؟ اه قراعي واحد القراعي كلم رزق من لا ينام ربي عالم الاسرار الدرة دلي وبلادي وشفت بالبصار حتى لقيت من سلم السين والباع والحسن المسرار يوم الخميس واشهداني لقيت فاطمة مسكونة الشفار اللي غرمها بالضاني
هذه الصباحة راني مروق. كاع الليلة تاع البارح نطلع ونحبط كيفاش نهضر مع سلمى. شي صعيب. صعيب الشيء باش تهضر مع إنسان ما تعرفوش. بصح بصح في الحقيقة بديت نعرف سلمى. ها؟ بصح فهمنا فهمنا. أنتم ديروا والو معاكم ولا واش؟ يا أخي يا أخي قزادري يا pas bien regarder devant votre miroir, soyez énergique, redressez-vous, prenez une allure sportive et dégagée. Un charme imprévu se dégagera peu à peu de votre personnalité. Votre esprit sera plus éveillé et votre matière grise s'en donnera à cœur joie pour vous suggérer des combinaisons ingénieuses qui vous conduiront rapidement à une situation enviable. Attention cependant de ne pas trop exagérer. La vie que vous menez est un peu trop trépidante. Du calme, de la réflexion et surtout du courage à l'ouvrage. Allô? J'ouvre le poste Métenus Ben Saha. Saha. Salma. أنا عمر. عمر على بالك. واحد تكلم لك عليا. إيه الكاسيت. كل ليلة نسمع الصوت ديالك. يبربرني. انت اللي صورتي الورد في الحيط. انا مغلوق في حاجة البانتورة. شكون هذاك الوليد اللي كان يبكي؟ انا ما يضروش بيا على بالك حرامات. راكي في النقابة. مو هو اللي قال لي. انا مازال راني نخمم. يا خويا حفظنا شيء رحم الله فيك. حفظنا الدقه ولا واحد اخي ما حنايا. حبيت نتلاقى معاك باش نتعرفوا. نجي لك غدوة على 12. ها على 12 من الخدمة. Thank you.
لا يا عمار لا مكان والو مكان والو يا انا بتاع عمار لا Thank you.
ودعوا. لانا دو بيس واحد زوج ثلاثة أربعة واش ننجم نحكي مسخير لي يهدر وحده هاني نسمع طرولي برا الدراري يبطاو باش يرقدو الحيوط بيضناهم بالجير ورسمنا فيهم الورد في عشاء رمضان نهارات طوال طرولي واحد اخرى حبست هذه هي الاخرى هذه السباحة ما راحش نخدم كنت مدقدق رحت الحمام كيس حسنت الاحياء ضربت بيشه دروك راني بولو اي قريب 12 دوك تخرج ونروح ليها ها اي عمر هم داو يخرجوا بصح ما لازم السلمه تشوفك معايا ها هم لك عمر هم ربع بلاد هادو لك شوف هاي على اليسرى هاي لبسة تشيني هاي ديك هاي حبسة هاي قتلهم خاو على خير هاي عمر هاي روح ما تروحش هذه سمانه وانت تمرض فيها ودوك راك واقف لي هناك الشمعة هيا عمر اصدم روح هاي لك روح هاي سلمى تاعك هيا عمر روح عمر روح عمر
عمر بكى ما تخمم. روح روح عمر. هذا الليلة ما رقدتش ملاح، راني ملقي وما فطنتش على الوقت. البارح لا جزيمة بانت لي كلي عيانة، راني خايف تكون مريضة. راني بديت نزرط، راه الشهر ومازال ما خلصوناش. اليوم عندنا خدمة مع السياغين، ما رانيش عارف لو نحكم ترولي ولا نحبط نمشي. هذا الصبح نضرب تليفون سلمى، هذا الصبح نضرب تليفون سلمى.